أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فضلاً وليس أمراً، اشترك في القناة وفعل جرس التنبيه لكي يصلك كل جديد. اهتزت ولاية الجلفة على وقع فاجعة أليمة راح ضحيتها الشاب بالقاسم، أحد الشباب المتطوعين بالمساجد، وهذا بعد ساعات من تعرضه لسعقة كهربائية أودت بحياته أثناء عملية طلاء مسجد بالإدريسية بولاية الجلفة. الشاب بالقاسم رحمه الله من خيرة شبان ولاية الجلفة رحمه الله، وأسكنه فسيح جناته. إن لله وإن إليه راجعون.